بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم من فضائية الخرطوم وأقدم إلى حضراتكم أخبار الثامنة والنصف. البداية بالعناوين. رئيس لجنة الوساطة الجنوبية يعلن أن التفاوض مع عبد العزيز الحلو سيبدأ في 3 أكتوبر الجاري. لدى لقائه المبعوث الأمريكي رئيس الوزراء يؤكد تطلع السودان لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. لدى زيارته لوزارة الصحة وللخرطوم يتعهد بتشغيل المستشفيات الحكومية بكامل طاقتها وتوفير الدعم المطلوب. إلى العناوين، عفوا إلى التفاصيل من فضائية الخرطوم. أعلن رئيس لجنة الوساطة الجنوبية المستشار تود جولواك مستشار الرئيس الفاكير ميارديت للشؤون الأمنية أن التفاوض مع رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو سيبدأ في الأسبوع 3 أكتوبر الجاري. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بفندق كراون بجوبا. وقال توت أن الوساطة سلمت خطاب اتفاقية السلام لحكومة السودان وستقوم بجولة خارجية مع قيادات الجبهة الثورية لدعم تنفيذ مطلوبات اتفاق السلام. وأضاف أن حكومة جنوب السودان ستكرم وفد الحكومة المفاوضة على هذا الإنجاز الذي تم. وقال توت نحن شعب واحد في دولتين. كما شكر كل رؤساء وممثلي الدول التي شاركت في الاحتفال النهائي لتوقيع السلام الشامل بجوبا. في جفا سوريا ونحن بعد كده يبقى ترتيبات لوصول لمدينة خرطوم ويواصل احتفالات والأفراح في السودان وأهل في جوبا. زي نحن عمل احتفالات وأفراح في جوبا بعد كده نحن نقل الاحتفالات لمدينة خرطوم وصولا للسلام وغادة كل الغادة جفا سوريا توجه من مدينة خرطوم. عشان كده نحن نعمل اتفاقية وسلام لحكومة السودان ونحن في لجنة الوسادة كل لجنة وسادة يقوم يسلم كتاب رسمية اتفاقية سلام لحكومة السودان رسميا وبعد كده يبقى تفول الاتفاقية لحكومة السودان بعد كده يعرض لكليات الحكومة لإنجاز اتفاقية إذا كان من السيادة أو من الوزراء أو من السيرية أو من بعدنا نحن يبقى اتفاقية كلها تبقى من الواقع. ونحن الآن كلنا فرعانين ومقصودين بإنجاز الكبير ونقتلوا تأيو تأثير رئيس الجمهورية سيادة فريق أول سلوكير ميادي لكل الوفود لكان وفد حكومة ولا وفد بتاع كفاح مسألة جفا سورية. ثمن رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك دعم الولايات المتحدة والشركاء في دعم تنفيذ اتفاقية السلام، مشيدا بمشاركته الإقليمية والدولية لحضور الاحتفال وتوقيع اتفاقية السلام بدولة جنوب السودان وخصوصا الولايات المتحدة ممثلا عن الترويكا. وأشاد رئيس الوزراء أشار إلى سعي الحكومة مع حركات الكفاح المسلح في تطبيق بنود وتنفيذ اتفاقية السلام. جاء ذلك لدى لقائه دونالد بوث المبعوث الأمريكي للسودان. وأشار دكتور حمدوك إلى تطلع حكومة والشعب السودان لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما يساعد السودان للاندماج بالمنظومة الاقتصادية الدولية. وقد قدم المبعوث الأمريكي التهنئة لرئيس مجلس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية السلام مشيرا إلى حرص الولايات المتحدة الأمريكية على استكمال باقي عملية السلام والوقوف مع الحكومة السودانية في تنفيذ الاتفاقيات على أرض الواقع واستدامة السلام. وبحث لقاء العلاقات الثنائية بين أمريكا والسودان والسعي لتطويرها فضلا عن رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب والجهود المختلفة لتحقيق هذا الأمر. على صعيد آخر، تسلم رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك اليوم رسالة نصية من نظيره رئيس مجلس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين ودعمها وتطويرها والانطلاق بها إلى آفاق أرحب في مجالات التعليم والطرق والكباري والصناعة. سلمها له سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان السفير حسام عيسى، والذي أوضح في تصريح صحفي أن اللقاء تناول مسار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه
عليه والموضوعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها إبان زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري مؤخرا إلى البلاد في مجالات الصحة والتعليم والنقل والتجارة والصناعة والزراعة وكل المشروعات التي يجري العمل عليها الآن ووضعها موضع التنفيذ، وذلك من أجل استغلال كافة الفرص الضخمة المتاحة بين البلدين لمصلحة شعبي وادي النيل. إلى ذلك وقف رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك على مجمل الأوضاع بالولاية الشمالية. جاء ذلك لدى لقائه والية الولاية الشمالية بروفيسور أمال محمد عز الدين بحضور وزير الصحة الاتحادية المكلفة دكتور أسامة أحمد عبد الرحيم. وأشارت والية الولاية الشمالية إلى أنها أطلعت رئيس الوزراء على مجهودات القطاع الصحي بالولاية في مكافحة وباء الحميات الذي انتشر بالولاية وذلك عن طريق المسح الميداني. وأوضحت والية الشمالية حاجة الولاية إلى مزيد من ماكينات الرش الرزازي والضبابي. وكشفت عن مخرجات وفد وزارة الصحة الاتحادي إلى الولاية التي تمثلت في دعم الولاية بكافة الاحتياجات الطبية وتكملة نواقص المستشفيات والمراكز الصحية. وتطرق اللقاء إلى القرار الخاص بملكية واستخدام الأراضي بالولاية الشمالية والذي يمثل أحد أبرز مطالب إنساني ولاية الشمالية. من المواطنين في السودان وفي الولاية بصفة خاصة إنه في المركز وجد مناشدتنا وجدت الاستجابة الكاملة. توجه تيم بقيادة السيد مدير وزير الصحة دكتور أسامة ومعه وفد مقدر إلى ويحملون معهم كل الإمكانيات الموجودة التي تساعد على درء هذه الوبائيات تساعد إنسان الولاية. تحدثنا في إمكانية إلغاء القرار 206، هذا القرار الذي أصبح هاجسا وأصبح إنسان الولاية وكل المواطنين أجمعوا على إلزامية إلغاء هذا القرار. وجدت هذه المطالب أذن الصاغية من السيد رئيس الوزراء. فاصل قصير ونواصل الأخبار من فضائيات الخرطوم. مرحبا بكم. حيا والي الخرطوم الأستاذ أيمن خالد نمر نضال الأطباء ومواجهتهم صلف النظام السابق، مشيدا بالدور الكبير الذي قامت به وزارة الصحة والكادر الطبي لمواجهة جائحة كورونا رغم شح الإمكانيات. وأكد الوالي خلال زيارته اليوم لوزارة الصحة بولاية الخرطوم أن الصحة والتعليم تشكلان أولوية قصوى لحكومة ولاية الخرطوم في الفترة القادمة، وقطع بأن شعار الثورة حرية سلام وعدالة لن يتحقق ما لم ينعم المواطن بالصحة والتعليم. والتزم والي الخرطوم بتوفير الدعم الكامل للرعاية الصحية الأولية والمراكز الصحية بالشراكة مع مؤسسات الدعم الاجتماعي ومعالجة المشكلات جذريا في موازنة العام القادم. وطالب الوالي بضرورة الاهتمام بصحة البيئة كنشاط وقائي يتطلب إنفاذ برامج إعلامية إرشادية لتغيير السلوك العام. كما دعا والي الخرطوم إلى التعاون مع لجنة إزالة التمكين للمحاسبة ورد المظالم وتحقيق العدالة، ووجه بإعداد خطة تدريب تشمل كل الكوادر الصحية. فيما وعد والي الخرطوم بفتح وظائف لاستيعاب المؤقتين والمتعاقدين في ميزانية العام القادم. هذا وكان والي الخرطوم قد استمع إلى تقرير حول أداء الوزارة في المرحلة الماضية قدمه دكتور الفاتح عثمان مدير عام الوزارة. أصدرت هيئة مياه ولاية الخرطوم تقريرا مفصلا أوضحت من خلاله أسباب شح المياه في محليتي الخرطوم وأم درمان بسبب الأعطال الطارئة بمحطتي سوبا والمجرن. وفيما يتعلق بمحطة المجرن فإن تراكم الأطماء والرمل في ثلاثة أحواض ترسيب من جملة الأحواض البالغة
7 بسبب الفيضان أدى إلى تدني إنتاجية المحطة، وقد تأثرت أحياء النزهة، العشر، الامتداد، غزة، الديم غربة، سباق الخيل، الخرطوم 2. وقد تمت نظافة حوض الترسيب 4 ودخل في الخدمة، وبدأ العمل في الحوض 5. كما تم استيراد مضختين تم تركيب الأولى، ويجري العمل في تركيب المضخة الثانية. أما على صعيد المعالجات التي تمت لأحياء محلية الخرطومة، فقد جرى تحسين الإمداد من خطوط أخرى لأحياء شرق النزهة، شرق العشرة، كما تم تركيب خط ناقل جديد لتغذية أحياء النزهة والعشرة، وسيحل مشكلة الشح بصورة نهائية بعد تشغيل محطة المقرن بكامل طاقتها. وفي محلية أم درمان تأثرت أحياء كل من المربعات أبو سعد، المهندسين، بانت شرق وغرب، العباسية، حي الأمراء، أم بدة، جنوب. وعلى صعيد المعالجات تم توفير المياه بواسطة التناكر، كما تمت تغذية من محطة مياه بيت المال لتغذية أحياء أم درمان القديمة. وفيما يتعلق بمحطة مياه صوبة، توقفت نسبيا لمدة 3 أيام إثر عطل طارئ خفض إنتاجيتها بنسبة 50%، وتم حتى الآن إصلاح العطل، وبدأ الضخ وعودة المياه تدريجيا. أكدت وزارة الصحة الاتحادية أنها درجت على اتخاذ كافة التدابير اللازمة بفحص الأدوية بغرض التأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات. وأشارت الوزارة في تعميم صحفي إلى أنه ورد ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 3 أكتوبر تقرير جاء فيه أن وزارة الصحة الاتحادية سمحت بدخول أدوية منتهية الصلاحية للبلاد. وأوضحت الوزارة أن التقرير مجافي للحقيقة، وأن المعلومات التي وردت به غير صحيحة، وليس هناك أي قرار صادر من وزارة الصحة الاتحادية بعدم فحص أو مراجعة أي منحة دوائية أو منتجات طبية واردة إلى البلاد، بل تخضع لكل الإجراءات من الجهات الرقابية والمختصة، ويتم إدخالها إلى مخازن الإمدادات الطبية بعد عملية الفحص والمراجعة والرصد والتقييم، ومن ثم يتم توزيعها بعد التأكد من سلامتها. وإذا وجدت أدوية منتهية الصلاحية تتم الإبادة الفورية. ودعت الوزارة الإعلاميين إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، مشيرة إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة لكل الإعلاميين، كما أكدت أنها حريصة على سلامة وصحة المواطنين. شهد نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصلي جعفر الصادق المرغني فاتحة أعمال تدشين القطاعات بالحزب تحت شعار الاتحاديون صمام أمان السودان، بمشاركة عدد من قيادات الحزب من المركز والولايات. وأكد عدد من المتحدثين في المؤتمر أن تدشين القطاعات يأتي بغرض ترتيب الحزب وتكوين القطاع السياسي وقطاع المال وغيرها من القطاعات التنظيمية المختلفة. كما أشاروا لدور الحزب ومساهمته في اتفاقية السلام التي تم التوقيع عليها بجوبا، فضلا عن دوره في دعم حكومة الفترة الانتقالية، مؤكدين بأن مؤتمر القطاعات يأتي في إطار التحضير للمؤتمر العام للحزب واستعدادا للمرحلة القادمة من عمر الفترة الانتقالية. بدأت بسجن نيالا الكبيرة بجنوب دارفور دورة تدريبية حول أساسيات واجبات السجون وحقوق الإنسان، نظمتها إدارة السجون بالتعاون مع مكتب الاتصال التنسيقي بالأمم المتحدة. واستهدفت الدورة عدد 30 من رجال شرطة السجون من مدينتي نيالا وكاس. وقال مدير شرطة السجون والإصلاح العميد صلاح الدين إبراهيم إن الدورة التي تستمر لمدة 2 أسبوع تأتي في إطار الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة التي استمرت لأكثر من 10 سنوات، وتهدف لتطوير أداء شرطة السجون بالولاية. وذكر أن التعاون بين إدارة السجون والإصلاح ووكالات الأمم المتحدة أثمر عن تلقي كل رجال شرطة السجون بالولاية عددا من الجرعات التدريبية. في إطار الشراكة والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويونيميت، اللي هو بيستهدف تطوير قدرات العاملين بالسجون لتحقيق أقصى فائدة وأقصى معاملة ممتازة للنزلاء، وفقا للقانون وفقا للوائح الدولية اللي بتنظم العمل داخل السجون. هذا التعاون حقيقة تعاون قديم استمر لفترة تقريبا 10 سنوات، كان استمرته انه تقريبا كل العاملين الان معنا تلقوا دورات مكثفة جدا، وفي تعاون كبير بيننا وبين هذا البرنامج، وبنفتكر انها بتصب في المصلحة بتاعة القوة ومصلحة
النزلاء، وبنقول هي تمهيد حقيقة وتمرين قوي جدا، لأنه إن شاء الله في الفترة القادمة لما تتفتح مدينة الخير الإصلاحية اللي هي بتستوعب تقريبا 3600 نزيل، حيكون كل العاملين فيها مؤهلين تأهيل مميز على أساس أنه يؤدوا رسالتهم في هذه المؤسسة العملاقة اللي هي حتخدم إن شاء الله كل ولايات دارفور الكبرى. نظمت الجمعية السودانية لرعاية المسنين محاضرة وحلقة نقاش حول مفاهيم وإدارة العمل الطوعي بمشاركة عدد من المتطوعين والصحفيين احتفالا باليوم العالمي للمسنين الذي يصادف الأول من أكتوبر في كل عام. وقال الأستاذ محمد الفاتح العاقب المدير التنفيذي المكلف للجمعية السودانية لرعاية المسنين إن أهداف الجمعية رعاية مصالح المسنين كافة والحفاظ على التقاليد السودانية في إطار الأسرة المتكاملة وكسب خبرتهم وتجاربهم بما يدفع لنقل التجارب للمساعدة والحفاظ على التقاليد. وأوضح أن الجمعية أول جمعية وطنية تهتم برعاية مصالح كبار السن وتوفير متطلباتهم والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من تحقيق ذاتهم. بنعمل احتفال كبير بندعو له كل الجهات والأجهزة الإعلامية والمسؤولين والدولة للتوعية والتنبيه في القضية بتاعت المسنين والإشكالات والاحتياجات بتاعتهم. لكن هذا العام نسبة لظروف جائحة كورونا ولظروف الفيضانات والسيول رأينا أن يتحول البرنامج لمجموعة من النشاطات التدريبية والتوعوية في ورش تدريب ولقاءات إعلامية وبرامج إعلامية. واليوم بنستضيف مجموعة من الصحفيين والمتطوعين والعاملين في مجال علم النفس حول قضايا المسنين. عندنا ورقة بنقدمها حول قضايا المسنين وبنعمل حلقة نقاش بعد ذاك مع المشاركين في الحلقة، وبنطلع بخطط عمل إنه من هنا كل زول ممكن يعمل شنو في ده. هو الهدف الأساسي من البرنامج بتاع الورشة. الأخبار الاقتصادية من فضائية الخرطوم وفيها نتابع عقب الفاصل. وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية تؤكد أن التدريب في الخدمة المدنية تعرض للإهمال خلال فترة النظام البائد. مرحبا بكم. أكدت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لين الشيخ اهتمام الدولة ودعمها لجهود المجلس القومي للتدريب لرفع مستوى الأداء في الخدمة المدنية لإنفاذ خطة الحكومة الانتقالية لإصلاح الخدمة المدنية. وقالت لدى مخاطبتها ورشة تفعيل الشراكات وبناء القدرات لتطوير الدعم المؤسسي والتي ينظمها المجلس القومي للتدريب، قالت إن التدريب في الخدمة المدنية تعرض للإهمال خلال فترة النظام البائد، وشددت على ضرورة بناء الاستراتيجيات والسياسات والقوانين لإصلاح الخدمة المدنية. وأكدت الأستاذة لينا أهمية تفعيل الشراكات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات. بالثروة اللي عندنا اللي هي الكادر البشري الموجود والشباب اللي هم خلقوا عمل الثورة ذاتها، وأفتكر أنه في كثير ممكن الناس تقدمه. لما نتكلم عن الخدمة المدنية ودور المجلس القومي للتدريب ودور كبير جدا جدا، المؤسسات وزارة العمل المعنية بالتدريب دورة كبير جدا في أنه نحن نقدر لما نتكلم عن إصلاح أجهزة الدولة نقدر أنه نحن حقيقي نكون استثمرنا في الكادر البشري عشان نقدر نقدم الاستراتيجيات الجديدة، نقدر إحنا فعلا نفعل الموجود. عندنا كمية من الاستراتيجيات يمكن زمان كان في ما في political will، ما بيكون في إرادة سياسية للتغيير، لكن هسه التغيير بقى حقيقة. لكن كيف إنه نحن نقدر حقيقي نصل للمبتغى ونقدر نصل للأهداف اللي نحن عايزينها من غير ما نحن نركز على الكوادر الموجودة؟ أحب أحيي مجلس القومي للتدريب أستاذة سناء بالدور اللي قاموا به الفترة اللي فاتت بالنسبة لبناء الجدارات، بالنسبة لحتى يعني وصلوا الولايات كلها في الفترة اللي فاتت اللي هي الفترة صعبة، حتى نحن نتكلم عن كورونا والناس ما قادرة تمشي، لكن في خطوات كبيرة الناس عملت. إلى ذلك أشارت الأمين العام لمجلس القومي للتدريب سناء إبراهيم إلى التحديات التي تواجه تطوير العنصر البشري في القطاع العام،
واستعرضت استراتيجية المجلس في التدريب وتفعيل الشراكات خلال الخمس سنوات القادمة لتطوير رأس المال البشري وتوحيد أوعية التدريب وتبني آلية لتمويل التدريب الحكومي. تواجه المؤسسات المعاصرة العديد من التحديات والضغوطات المتزايدة والمعقدة، حيث أصبحت هذه المؤسسات ملزمة بتبني أنماط تنظيمية جديدة في خدماتها ومنتجاتها تمكنها من مواكبة التغيرات وتحقيق التميز والتفوق. وقد أصبح التدريب الحل الطبيعي لمعظم هذه التحديات، حيث يعد التدريب أساس كل تنمية وعميد كل نهضة. لذلك يعد التدريب من أهم احتياجات الدولة، خصوصا إذا ما نظرنا إلى الهوة ما بين متطلبات الوظيفة ومؤهلات الموظف. إن أهم عنصر في نجاح أي مؤسسة هو رأس المال البشري، عليه أصبح لابد للمؤسسات الدولة أن توفر التدريب المناسب لموظفيها حتى يتمكنوا من أداء مهامهم بجودة عالية. سيرت منظمة مآذن النسوية العالمية قافلة دعم ومساندة لمتضرري الفيضانات بمنطقة واوسي والتماليات، واحتوت القافلة على مواد غذائية ووجبات للأطفال ومشمعات وناموسيات، بالإضافة إلى فريق طبي علاجي لتقديم خدمة طبية للمواطنين من فحص وأدوية مجانية للمرضى. وقالت الأمينة العامة للمنظمة تيسير يوسف إن القافلة تأتي في إطار جهود المنظمة لمساعدة المتضررين من الفيضانات الأخيرة وبكلفة مالية بلغت 6.5 مليون جنيه، موضحة أن المنظمة درجت على تقديم الدعم للمتضررين في مثل هذه الكوارث الطبيعية، مشيرة إلى أن القافلة تحتوي على مواد إيواء ومواد غذائية ويوم علاجي يضم العديد من التخصصات الطبية، بالإضافة إلى إرشاد نفسي مع صيدلية ومعمل مجاني وإصحاح البيئة وتشييد عدد من دورات المياه. منظمة مآذن النسوية العالمية نذشر مشروع متضرري السيول والفيضانات للعام 2020 في منطقتي التمنيات وواوسي بشمال ريف بحري. هذا المشروع مشروع ابتدرته المنظمة منذ سنوات في الكوارث الطبيعية التي تصيب هذه المناطق، والمشروع يحتوي على مواد إقاسية وعلى برنامج يوم علاجي. المواد الإقاسية تحتوي على وجبة بتاعة أطفال لكل أطفال المنطقة، وجبة خاصة تحتوي على الحليب والسكر والكرواسان والفطائر وكل أشياء احتياجات الأطفال. إضافة لذلك في مشروع لإصحاح البيئة، واللي هي عمل مجموعة من الحمامات دورات المياه، 15 دورة مياه لكل منطقة حتى نعمل في عملية إصحاح البيئة لهذه المناطق. عقد المدير التنفيذي لمحلية بحري الأستاذ ناجي عبد الله محمد علي اجتماعا موسعا مع إدارة التحصيل الموحد بالمحلية ومديرية الوحدات الإدارية، وذلك للوقوف على سير العمل بالوحدات الإدارية المختلفة وبحث تذليل معيقات العمل. وطالب مديري الوحدات الإدارية بتوفير وسائل النقل للكوادر العاملة ميدانيا من القطاعين الصحي والهندسي حتى تطلع بدورها على الوجه الأكمل. من جانبه وجه المدير التنفيذي بضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لإزالة المخالفات والتشوهات البصرية بالأحياء والطرق الرئيسية ومواقف المواصلات حفاظا على المظهر العام، إضافة إلى مراجعة الرخص التجارية والصحية وتفعيل قوانين الصحة على محلات الأطعمة والمشروبات. بهذا المشاهدون الكرام قرأت على حضراتكم أخبار الثامنة والنصف، والختام بالعناوين. رئيس لجنة الوساطة الجنوبية يعلن أن التفاوض مع عبد العزيز الحلو سيبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري. لدى لقائه المبعوث الأمريكي رئيس الوزراء يؤكد تطلع السودان لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. لدى زيارته لوزارة الصحة وللخرطوم يتعهد بتشغيل المستشفيات الحكومية بكامل طاقتها وتوفير الدعم المطلوب. وبهذا تكاملت أخبار الثامنة والنصف. شكرا لحسن المتابعة، لكم تحياتي وفريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله.